بداية بعث أمير المؤمنين الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى الشيخ محمد الماحي إبراهيم نياس إثر وفاة الشيخ أحمد التيجاني إبراهيم نياس الخليفة العام للأسرة التيجانية نياس بمدينة كولخ السنغالية. ومما جاء في برقية الملك وأمام هذا المصاب الأليم الذي لا رد لقضاء الله فيه، نعرب لكم ومن خلالكم لكافة أهلكم وذويكم ولسائر أتباع ومريدي الطريقة التيجانية بالسنغال الشقيقة عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة في رحيل شخصية صوفية بارزة كرست حياتها لخدمة الإسلام ونشر تعاليمه السمحة ليس في بلدها فحسب وإنما أيضا في غرب إفريقيا.